السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وأحوال طيبة. اليوم نصيبوا أفوكا أو كروفيت بطريقة زوينة ورائعة. ندوز المقادير على بركة الله. عندنا أصدقائي الكروفيت اللي صوتيتو في المقلة، خفة زربة، شوية ديال التحميرة، كيتشوب، مايونيز، صوص بيكون، الجو دو سيترون، شوية الملحة، شوية الإبزار والأفوكا. كيف ما كتلاحظوا اصدقائي، نقيو لافوكا ديالنا ونقطعوها مكعبات صغار. كيف ما كتلاحظوا اصدقائي، من بعد ما قطعت لافوكا ديالي على شكل مكعبات صغار، نديروها في شي زلافه او سالادي، نضيفوا ليها لاسيزونمون ديالنا، الابزار والمليحه وشويه السيترون، ونحركوها مزيان. كيف ما كتلاحظوا اصدقائي، غادي نصايبوا صوص كوكتيل ديالنا. غادي ندير جوج معالق ديال المايونيز، معلقه كبيره ديال الكيتشوب، وشويه ديال صوص بيكون، صوص حاره اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش، شويه التحميره، ونخلطوا لا ميلونج ديالنا مزيان. كيف ما كتلاحظوا اصدقائي، صوص كوكتيل ديالنا هي واجده وكتجي رائعه. غادي نضيفوا اصدقائي صوص كوكتيل ديالنا مع الكروفيت، ونحركوه مزيان. فوالا اصدقائي، لا غوسيت ديالنا هي واجده، ما بقى لنا الا نقدموها على الشكل اللي بغينا. انا درتها على شكل طغطغ. نتمنى تجربوا الوصفه اصدقائي، كتجي رائعه، كتجي نادي كندي. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه. Stop.
Falling quite this life, falling into your ocean.